يقولون ان الله يقلب القلوب بين اصبعين من اصابعه. مشكلة التشبيه. يضع السماوات على اصبع، هاي السماوات كلها قائمة على اصبع من اصابع الله. والأراضين كلها على اصبع ثانية. ينزل الى السماء الدنيا، الخطيب قال: كما انزل انا من منبري درجة درجة. ونزل من المنبر، هالشكل الله ينزل. المسلمون المخلصون يعانقونه في الاخره، يعانقون الله، بل يعانقونه في الدنيا، هي عقيدة بعض. عالم من علمائهم قال: أعفوني عن اللحية وكذا في الله، واسألوني عما وراء ذلك، لحية الله ما أعرف شلون طويلة، قصيرة، مدورة، مربعة، بس غير اللحية وكذا، أي شيء تحبون اسألوني عن الله. الله له وفرة سوداء. وفرة الشعر اللي يدل على الأذن هذا يقال له وفرة وشعر قطط يعني مجعد كالأفارقة وفي مكان آخر كأنه غلام تركي الله الذي يعتقد ورووا أنه اشتكى عينيه فعادته الملائكة والله اللي عنده عين فديوم معانا تعطب أيضا فتعوده الملائكة وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وإن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الحديد يصوت قارنوا هذه الأشياء بالمعارف الإلهية الموجودة في نهج البلاغة حقيقة نهج البلاغة كتاب مظلوم محمد عبده يقول مضمون كلامه في مقدمة شرحه على نهج البلاغة سنحت لي فرصة فطالعته في نهج البلاغة، لعله كانت أيام غربته، فتعجبت، هذا نهج البلاغة، بحر من المعارف، كيف يصور الله سبحانه وتعالى، لاحظوا الخطبة الأولى في نهج البلاغة، هذه المعارف العظيمة في هذا النهج يقول في الخطبه الاولى من اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيم فقد ضمنه ومن قال علام فقد اخلى منه كائن لا من حدث موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنه وغير كل شيء لا بمزايله الى اخر الخطبه عمق المعارف الالهيه في نهج البلاغه وين من نهج البلاغه اين المسلمون من نهج البلاغه